حقيقة طويلة تعتبر، لأنه احنا بدأنا بالساعة 9 وإلى الآن وقت طويل في مناقشات حامة. من المواضيع اللي كانوا بجدتكم أستاذ رياض اللي إلها دور كبير وخلاف واختلافات كثيرة عليها، هي قرار الأممي 2254 كان إحدى مواضيع الجلسة. كيف كان الآراء المشاركين بالمؤتمر على هاي الموضوع؟ النقاط الأساسية هي أوراق المؤتمر المعدة، يعني اللي تتضمن حديث عن الهوية السورية، عن مفهوم اللامركزية وهذا أمر مهم جدا بمستقبل سوريا، عن آليات التعامل مع الأوضاع السياسية لمستقبل سوريا، عن مفهوم الثورة الذي بدأ وانتهى بسرعة بسبب الثورة المضادة، وهناك فكرة كيف يمكن أن تكون الثورة في سوريا مستمرة بمضامين ديمقراطية. هذا الأمر هو الذي جعلنا نفكر طويلا في المسألة قبل أن نأتي إلى المؤتمر، وناقشناها أيضا برؤى مختلفة. المسألة القومية وهي مهمة جدا في سوريا بسبب تعدد المكونات والشعوب في سوريا، وهذا أمر يتطلب منا حوارا والوقوف على أساسيات العلاقة بين كل القوى الموجودة في الساحة والمكونات السورية. هذه هي النقاط الأهم، وبقي أيضا في جعبتنا حديث للمسائل الإجرائية في العمل المستقبلي ليوم الغد إن شاء الله. موضوع الهوية أستاذ أريد أسأل عليها السؤال، كيف كان الآراء؟ هي كيف يعني الموجودين هنا مكونات مختلفة مثل موزايك السوري، كيف كان الآراء؟ في آراء للتطوير الهوية أو لتوسيعها أم يبقى على الاسم الحالي والهوية الحالية؟ الهوية السورية الجامعة لنا هي اسم سوريا، وبالتالي المرجعية في تسمية الشعب سياسيا هو الشعب السوري، ولكن يبقى للشعوب أسمائها. فهناك شعب عربي له ثقافته وله لغته وله مرجعياته، وكذلك الشعب الكردي والشعب الآثوري السرياني، وهكذا بقية الشعوب الموجودة يجب الاعتراف بها كوجود حقيقي وفاعل. ولكن الجامع بين كل هذه الأطياف هو الاسم السياسي على أنه شعب سوري. ما يتطلب في المستقبل إجراءات دستورية للاعتراف بهذا الاسم والبقاء عليه كمحور جامع دون أن ينسب أو تنسب سوريا إلى إثنية ما أو شعب ما أو هوية أخرى غير الاسم العام لسوريا. أستاذ رياض، هناك كثير مواضيع بتتعلق بالوضع الحالي داخل سوريا، أولها هي موضوع المحادثات اللي كانت بيصير بجنيف وقفت، دور الأمم المتحدة والمبعوث الأممي غير بيترسون نشوفها هي هم علقت إذا ما قلت مجمدة، التغييرات اللي صارت بالمستوى السياسة الدولية نشوف فيها كثير تغييرات. بقراءتكم والمشاركين اللي كانوا بهاي المؤتمر، كيف يقدرون كلكم الحاضرين بيقدرون يحولون هاي المؤتمرات بشكل أو بترجموها بشكل عملي يؤثر عن الموضوع السياسي أو القضية السياسية أو الوضع الحالي داخل سوريا؟ نعم، هو الشيء الذي ركزنا عليه هو بناء الوعي الديمقراطي الذي يجعل أساسات العمل المستقبلي في سوريا يجمع الديمقراطية مع العلمانية كمشروعين أساسيين لا يمكن الفصل بينهما، وبناء عليه يصبح لدينا موقف ورؤية سياسية من كل الأحداث التي تجري في سوريا والأحداث التي خلقت ثورة مضادة للثورة الوطنية التي حصلت في عام 2011. هذه الثورة المضادة كانت ثورة تطرف وإرهاب وفصائل ارتهنت إلى الآخر، وبالتالي جعلت الوضع السوري يقف عند حدود معينة ولا يتقدم، والظروف الدولية لم تساعد بسبب عدم وجود الحافز السوري لدعم الموقف السوري،
ولذلك فشل جنيف، فشلت كل العمليات أستانة وما وراءها من لجنة دستورية، لأن الرؤية لم تكن رؤية كافية للسوريين ليلتحق بها القرار الدولي، ومن هنا تأجل كل شيء بسبب ظروف والأحداث المحيطة في الإقليم وفي العالم. هذا الشيء يجعلنا نحن نفكر بأن نعمل رؤية للعملية السياسية نشارك فيها كقوة ديمقراطية، نكون فاعلين في المستقبل عبر حلفائنا وشركائنا الدوليين الذين نستطيع معهم أن نتواصل لنبدأ بداية لا نقول جديدة لكنها مستكملة للمسار الذي بدأ فيه السوريين إلى الحد الذي وصلوا فيه في تأسيساتهم، ولكن هي بداية فاعلة يمكن أن تحقق إنجازا لسوريا. آخر سؤال بشكل مختصر لو سمحت، القصف التركي بمناطق الكردية أو بكل المناطق ودور تركيا والفصائل اللي تابعة لتركيا، ممكن المبادرة اللي بدأت بيناقش بالأوساط التركية والكردية داخل تركيا يمكن يبدأون مشاورات بين كرد داخل تركيا والدولة التركية والقوى السياسية التركية بيأثر على وضع السوري؟ كان لدينا مطلب في مجلس سوريا الديمقراطية أن نقيم حوارا مع شمال غرب، يعني بين المنطقتين الإداريتين شمال شرق وشمال غرب، أن يكون هناك نظام لا مركزي يجمع الفئتين بضامن تركي. وقد طرحناها في مبادرة، أنا طرحت مبادرة منذ العام 2021 لم تتلقى القبول لأن القرار السوري المرتهن لتركيا لم يستطع أن يأخذ القرار، ينتظر الأمر التركي، وتركيا لا ترغب في هذا لأن لديها رؤية في أن يكون لشمال وشرق سوريا إمكانية أن تتواجد بظرف معين من أجل سوريا. هذه الرؤية التركية ما زالت عقبة في طريقنا، وأعتقد أن الرؤية التركية المضادة لمشروع ناجز في سوريا هو رؤية يعني غير صحيحة، أن الكرد يريدون الانفصال أو الاستقلال أو الرؤية الخاصة بهم، الحقيقة هم يريدون أن يكونوا كردا سوريين يأخذون حقوقهم ضمن الدولة السورية ويشاركوا في برلمان سوريا كما يشارك الكرد في برلمانات تركية، وبالتالي هذا الدور الذي ننشده لم يتجاوب معه التركي وظل يفبرك الأعمال التي تقول أن هناك إرهاب كما حصل في الحادثة الأخيرة واتهمنا وما زال يرشق ويضرب ويدمر ويقتل الناس المدنيين بسبب حادث لا علاقة لنا به. وهذا ما يجعلنا نقول أن الضامن الدولي يجب أن يأمر أو يرشد أو ينبه التركي على الدور الحقيقي الذي يمكن أن يحقق السلام للجميع، ونحن نريد السلام للجميع، وننشد بداية ذلك أن يكون هناك حوار كردي في داخل سوريا لأنه سوف يجمع المعارضة السورية وراء إنجاز هذا الحوار ليكون ناجحا. شكرا جزيلا. شكرا.